هاي كتار الرجال بيعتمدوا الشوارب باللوك تبعهم، وهالموضة يلي كانت قديمة أو حتى فولكلورية رجعت تدرج بالغرب وكمان بالشرق. بمضي الرجل بمعدل 6 أشهر من حياته هو وعم بيحلق شواربه أو يمشطن، والشارب مؤلف من حوالي 600 شعرة. بيحصلوا رجال الشرطة بماديا براديش بالهند على زيادات عمعاشاتن إذا ربوا شواربن، لأنه الشوارب بيزيدوا الهيبة وبيفرضوا الاحترام برأي المسؤولين. بيوريكا نيفادا ممنوع على الرجال يلي عندهم شوارب إنه يبوسوا نساء، وبعهد الملكة فيكتوريا كانوا الرجال يشربوا الشوربة بملاعق خاصة وضيقة تحمي شواربن. مين قال إنه الرجل بدق بشواربه بمعدل 750 مرة بالنهار، يعني أكثر من 31 مرة بالساعة الواحدة؟ أنا قال. شوفكم بكره.